Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan marhaba. اسمي خالد حقيق من ليبيا. تخصصي لغة انجليزية تسم. الاسم احمد الصبيح من المملكة العربية السعودية. ادرس الدكتوراه في تخصص علم مضاعف الاعضاء والتخصص الدقيق مرض السكري. معكم الظاهر علي الحلافي من المملكة العربية السعودية الرياض. درسنا بي اتش دي طالب دكتوراه في هندسة البرمجيات السنة الثالثة. بصراحة لما نشوف الاختلاط ويعني تنوع جنسيات الطلبة في الجامعة فهذه تعتبر يعني بالنسبة لي أنا شخصيا يعني نقطة إيجابية جدا في موضوع أنك تتعرف على ناس مختلفة وجنسيات مختلفة من أكثر من دولة. يعني تجربتي الحقيقة في جامعة دي مونفورت أصفها تجربة جدا إيجابية ولله الحمد، لأن الجامعة جامعة ذات تصنيف جيد، البحث فيها جدا ممتاز في كثير من التخصصات، أعضاء هيئة التدريس وجميع الموظفين متعاونين كثيرا. الجامعة فيها عدة تخصصات مختلفة، فالطالب أنصح الطلاب أن يأتوا للجامعة. تجربتي في الجامعة حقيقة يعني تجربة جيدة، وأعتقد أنها بحكم اختصاصي في رئاسة نادي ليستر هنا وعملي مع الجامعة يعني صارت قربت كثير واستفدت كثير من الاكسبيرينس اللي عندهم، وكانت تجربة ناجحة واستفدنا، وحتى أن عملنا يعني أنشطة وملتقيات من ضمنها ملتقى الأسر المطمئنة هنا في الجامعة، فكانت يعني حضورها يعني جيد من الجامعة سواء طلبة أو من خارج ليستر أيضا. كمسلمين يعني إحنا بالذات أهم نقطة عندنا أن تكون الجامعة مثلا توفر في مسجد أو غرفة للصلاة يعني، وبالنسبة لجامعة دي مونفورت ففيه مسجد كبير يعني عندنا الإمكانية والراحة التامة أنك تؤدي جميع الصلوات المفروضة بما فيها أيضا الجمعة. فيه مكتبة ويعني نوعا ما جيدة متوفر فيها المصاحف. يوجد الجمعية الإسلامية في الجامعة، وهي جمعية إسلامية تدعم الطلاب سواء المسلمين وغير المسلمين لتعليم عن الإسلام ولتحضير لبعض الدروس وبعض المحاضرات، وكذلك الدعم من إمام المسجد وهو موظف في الجامعة يدعمك في كثير من الأمور الخاصة سواء كانت دينية أو غير دينية تابعة للجامعة. أيضا في مسجد للنساء زين، فتستطيع أنك تطبق شعائر الإسلام فيه. في أيضا من أنه ما في غرابة في الدين، عندهم احترام الأديان صراحة موجود هنا، أنا لاحظت كثير في الجامعة ما في أي عنصرية، ما في أي استغراب لما يشوفوا مثلا الإنسان المسلم حتى بثوب مثلا او انه رايح المسجد او انه بلحجة، ابدا لا يستغرب من ذلك، فما بالك ايضا بالمرأة المسلمة او الطالبة المسلمة التي تدرس في هذا الجامع، تلقاها تدرس بكامل حشمتها، متغطية كاملة بكامل زيها الاسلامي الديني، لا يعني لا يستغربون في ذلك. والحقيقة انا انصح يعني في هالمدينة بالذات انه يعني نسبة الاسلام في عدد كثير نسبة المسلمين، وهنا يحترمون المسلمين بشكل عام، وأيضا في كامل بريطانيا هناك احترام بصراحة للأديان، ولكن قد تكون ما هي الفاسيلتيز المتوفرة المتاحة هنا، أعتقد أنها موجودة في جامعة دي مونفورت تلقى هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كثير منهم ثلاث نعم أولا المصلى ألف الرجال يصلون في كل يوم هناك ثلاث جمعات في كل أسبوع أيضا مكان الوضوء 18 رجال يتوضأ في وقت واحد خلافا جامعة أخرى يمكن 45 رجال يتوضأ في وقت واحد
فلهذا الحمد لله. وثانيا هنا في هذا الجامعة أفوان كثير ومختلف لكل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلهذا يمكن طلب العلم مناسب لكل الناس. وثالثا هذا البلد الشهر ليستر، هنا كثير من الناس مختلف، منهم مسلمون هم يصلون ويصدقون ويصومون ويأكلون حلالا طيب. إن كان الناس يأتين هناك إن شاء الله بفضل الله يناسب ويسهل لهم بهذا النعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.